باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن حاجة اسمها شهوة التعب. شهوة التعب، احنا موضوعنا الشهوات الروحية، واتفقنا من امبارح كلما الإنسان بقى روحاني كلما بقى متبرمج على حاجات عكس الإنسان العادي. يعني طبيعي احنا كلنا بدون استثناء عندنا شهوة الراحة، بتبقى متضايق تعبان عاوز تترمي على السرير، داخل بيتك عطشان بتجري على التلاجة تشرب مية. لكن لما بتبقى روحاني بتلاقي مزاجك في حاجة عكس كده، ممكن تبقى مشتهي تتعب مش مشتهي ترتاح، تبقى فرحان انك انت واقف في القداس في الصيام ورجليك وجعاك بس فرحان لانك بتقدم جسدك ذبيحة، اسمها شهوة التعب. فرحان انك انت عارف تصوم للساعة 2-3 في الصيام الكبير مع انه متعب، بس انت فرحان بتدي حاجة لربنا، مستني الصوم مستنيه لانك يا ما كلت وتضايقت انك كلت كتير. يبقى شهوة التعب هي شهوة حب لله وللناس بتتقدم تحت كلمة كبيرة قوي اسمها التعب. واللي فكرنا هنا الكلمة اللي قالها القديس بولس، قال كل واحد يأخذ أجرته إيه؟ حسب تعبه. يعني عارفين المقياس الأساسي اللي يميز واحد فينا عن التاني وإحنا قاعدين مع بعض كده؟ مش مهم نوع خدمتك، ولا مش مهم أنت معروف قد إيه، ولا صدقني يمكن ما تفرقش كتير إن كنت خادم ولا أمين خدمة ولا كاهن. اللي هيفرق فعلا في السماء إيه؟ أنت تعبت قد إيه. وعشان كده المسيح لما قال لحنانيا على بولس قال له سأريه كم ينبغي إيه أن يتألم، ما قالوش سأريه معجزات وخليه يطلع شياطين وخليه يفتح بلاد. أنا كل اللي يهمني إن بولس ده هيتعب عشانه. فيبقى اللي فاهم ربنا وفاهم طريقته بيشتهي التعب، مش عاوز راح، ما يحبش يقعد ويخدموا عليه، يحب هو اللي يخدم على الناس، زي المسيح اللي قال ما جئت لأخدم بل لإيه؟ بل لأخدم. وعشان كده كل ما مركزه يزيد كل ما يتضايق. ليه؟ لأنه زي ما قالها البابا تودروس، إحنا عندنا الترقية بالعكس، لما تترقى درجة يعني تنزل تحت الناس أقل أكتر. هو ده التفكير الروحي الصح، إن لو مركزك كبر معناه إنك خدام للناس أكتر، بتتعب أكتر عشانهم مش بترتاح على حسابهم. عاوز أكلمكم عن 7 أشكال للتعب اللي بيحركوا الحب، عشان كل واحد فينا يقيس نفسه على الأشكال دي ويقول هو أنا عايش بالكلام ده ولا لا. الشعار الكبير يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. طب إيه الأعمال المتعبة اللي يحركها الحب وتوزن عند ربنا كتير؟ فحبقوق 3 في آية غريبة شوية هربطها بالفكرة، يقول عريت قوسك تعرية. يعني إيه؟ لما يشدوا القوس كده، يبقى الواحد ماسك قوس وبعدين يعمله كده ويشده، ده اسمه عرى القوس، يعني يجهزه للضرب. ده بيتكلم عن ربنا، ربنا ماسك القوس عشان يضرب مملكة الشر. سباعيات سهام كلمتك، يعني كلامك يا رب زي السهام بيدخل قلوب البشر يغيرها ويخبط مملكة الشر يهدها. بس كأن كلمة ربنا بتعمل عمل سباعي، تعمل عمل كامل. هو ده اللي هنتكلم فيه، 7 أفعال 7 أكشنز مرتبطين بالحب يفرحوا ربنا. شققت الأرض أنهارا، بالأعمال دي تغير العالم كله، تشق الأرض. يعني لو عرفنا نحب الناس بال7 أفكار اللي هقولهم دول هنغير البلد كلها ونغير العالم كله. أول مبدأ من امبارح بنتكلم فيه وأنا شايفه أساسي جدا في فكر المسيحية وفكر التنمية هي المبادرة. المبادرة يعني إيه؟ كل يوم أنت بتشوف واحد تعبان، أكتر من 90% من التعبانين اللي بتقابلهم مش هيجوا يقولوا لك إحنا تعبانين ولا هيقولوا لك ساعدنا. أنت خسرت 90% من الفرص لأنك مستني واحد يقول لك ساعدني. لو عندك المبادرة أنت عينك اللي هتلقط مين تعبان مين متضايق وتروح له تساعده من غير ما يطلب، دي اسمها المبادرة.
اللي عمل دي بكفاءة، والمسيح حطه مثل أعلى لنا، إيه؟ السامري الصالح. السامري محدش طلب منه، بالعكس السامري نفسيا في مسافة بينه وبين الراجل اللي بيموت ده، لأن ده من بلد وده من بلد، والبلدين بيكرهوا بعض، ده راجل يهودي وده سامري، واليهود لا يعاملون السامريين. إنما السامري بادر، اتحرك من نفسه وعطل حاله عشان يخدم واحد بيموت أو تعبان. عندك المبادرة دي، صدقني لو اكتسبت الفكرة دي بس هتتعب أكتر طبعا، ما انت كده بتلقط رزقك، بتلقط خدمة طول اليوم، بس وانت بتتعب أكتر رصيدك بيتضاعف 10 مرات، لأن الفرص هتزيد جدا، حواليك ناس متضايقة وحواليك ناس تعبانة بلا عدد. انت لما بيجي لك التعبان يطلب طلب بتقعد تفكر اساعد ولا لا؟ ده انت غلبان قوي، ده المفروض انت اللي تدور على التعبان عشان تقول له عاوز اتعب معاك، اصل انا غاوي شقة، انا غاوي تعب، انا بشتهي اتعب من اجل الله، فاديني الفرصة دي. فاكرين حكاية حكوها لنا عن المعلم ابراهيم الجهري؟ يقال ان واحد جارهم اتمسك في قضية وكان عليه مديونية وبتاع، فالمعلم ابراهيم ليلة عيد راح طلعه من التخشيبة يعني. فالمعلم جرجس اخو المعلم ابراهيم، كلمة معلم دي يعني راجل ارخم كبير يعني، سمع كده فراح اتخانق مع اخوه، قال له تروح ليلة عيد تعمل خدمة ما تاخدنيش معاك؟ يعني اقعد انا اكل بعد قداس العيد وانت رايح تخدم؟ انت اناني ولا ايه؟ مش احنا متفقين لما يكون في تعب نشيله سوا؟ شوفوا الاخوات العاقلين. قال له طب خلاص يا معلم جرجس ما تزعلش، انا فاتت عليا، انا طلعته من السجن انت تدور له على شغل. قال له حاضر. وتاني يوم بقى الراجل سايب شغله وعمال يدور على شغل لاخوهم او زميلهم. هنا ده حب التعب، ده واحد غاوي شقه مش غاوي رحمه. المبادره دمان في امنا العدرا. امنا العدرا سمعت من رئيس الملائكه معلومه بتقول ايه؟ هو ذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوخته. هل رئيس الملائكة قال لها يوم النور روحي ساعدي خالتك اليصابات؟ لا خالص، ده هو رئيس الملائكة عشان يدعم ايمانها بس قال لها اليصابات العجوزة حبلى كمان، انما العذراء نسيت كل الكلام وجف بالها اليصابات عجوزة وحامل، ده لازم اروح اخدمها، لازم اروح اساعدها. طب انت صغيره وانت نفسك بقيتي حامل والسفر في الجبال، هتسافري لوحدك، انما شهوه التعب بتحرك. فبادرت من غير ما حد يطلب منها، راحت تكنس وتغسل في بيت اليصابات 3 شهور لغايه ما اليصابات ولدت. يبقى المبدا هنا تساعد الناس دون طلب منهم، هي دي الفكره بقى، هي دي الشطاره. تسال على شخص يستغربك، ايه ده انت فاكرني؟ انا ما اعرفش انك انت واخد بالك ان انا متضايق او تعبان او مريض، انا ما اعرفش انك مهتم بيا بالرغم ان انا يعني ما قلتلكش. حتى مع غير المؤمنين الحته دي مهمه جدا، يعني لما تبادر وتحب شخص، جارك مثلا، جارك عنده ازمه ويفاجئ ان انت ومراتك داخلين مثلا باكل وشرب عشان هم ظروفهم قاسيه، يا سلام على المبادرة. يبقى حاسس ايه ده انتوا ناس بتوع ربنا بجد، ده انا كسف اطلب من اخويا حاجة زي كده. يبقى هنا المبادرة لا تعرف حدود، ما تقوليش بقى دينه ايه وظروفه ايه، ده حب وتعب ومفهوش وعظ. السؤال عن الناس بالذات الناس اللي محدش بيفتكرهم، خلي بالكم الناس المعروفين كتير قوي يخدموهم، لكن الناس اللي مش معروفين منسيين، وهم دول اللي عند ربنا حسابهم أكبر. ممكن يبقى عندك موظف تعبان في شغلك، هو ده اللي محدش باصصه. ممكن واحد يكون طريقته وحشة فالناس مش بتحبه، فلما تزنق محدش وقف جنبه، على فكرة ده محتاج أكتر. يبقى بادر واعمل خير مع ناس ما تكونش حد مركز فيها. رحب بشخص، ممكن واحد يكون دخل جديد وسط الكنيسة وغريب، كل الناس بصاله بقلق، انت روح بادر ورحب بيه، اسأل عليه شوف احتياجه ايه، ده ممكن الحركة دي تخليه يحب الكنيسة بسببك.
تاني سهم أو تاني مجال للتعب المقدس الاستماع الجيد. أنا بعرض عليكم إيه دلوقتي؟ صور من الحب المتعب، بس كله يوصل السهم، كله يحقق شهوة التعب. النهاردة يا جماعة عشان تدي ودنك لواحد تعبان بيشكي، دي عملية متعبة نفسيا، لأن كل واحد عنده همه. بس في ناس من كتر التعب النفسي هتنفجر، اللي يريحها انها تطلع التعب ده عند حد يؤتمن، حد ثق، حد كويس زيك، ما تخافش انها تحكي له وتشكي له. طب دي خدمة؟ دي خدمة كبيرة جدا، لان ممكن واحد يكون غني وعنده كل حاجة بس مهموم ومش لاقي حد يسمعه وخايف يحكي، فلما يلاقي واحد بيحبه وخايف عليه والسر في بير، دي خدمة كبيرة قوي. ممكن نحسبها هنا مريم أخت مرسى، كانت غاوية تسمع وتقعد تحت رجلين المسيح، لكن أنا أقصد أكتر استماع مشاكل الناس. هنا الاستماع يا أحبائي أنتوا خدام، في فرق بين أن أنا بسمعك بوداني ومخي في حاجة تاني، يقوم اللي قدامي يحس أنت مش مركز معايا، أو كتير تتقلي هو أنت حاسس بيا، أصل أكون بسمعه بعقلي بس. لا، أنا لازم أسمعه بعقلي وقلبي. ليه؟ القلب يعني منفعل، يعني متفاعل، يعني ما يكون واحد بيحكي لي عن أزمة كبيرة في حياته، لو لقى الدموع في عينيا يهدى قوي، هو مش محتاج حل بس محتاج أب أو محتاج حب. فهنا الحب يعبر عنه بالاستماع. ممكن يبقى سر جوه إنسان مش عارف يطلعه، ولما طلعه هدي ارتاح، زي اللي رجع كده والترجيع ده ريح معدته. يبقى نحتاج واحنا بنسمع للناس الى نوع من التركيز والانتباه. وانت بتسمع من فضلك خلي وشك بشوش. ليه؟ لو انا حد علمني الحكاية دي، لان احنا ساعات بيجينا اعترافات صعبة، قال لي يا ابونا لو دخل لك واحد هيعترف مثلا انه شاذ جنسيا، خلي بالك عينه بتبقى على وشك، لو كشرت قفل منك ومش هيعترف تاني، واعتبر نفسه ربنا رفضه، لان هو عشان يقول الحتة دي كلفته نفسيا كتير قوي، لانه عارف ان المجتمع رفضها بشدة. فلو انت بس بوشك لمحت انك انت تأزمت او تأزيت، ممكن ده كأنك قلت له ما تجيش الكنيسة تاني. ففعلا بقيت اخد بالي مهما اللي قدامي يقول، مهما قال حاجة وحش، طب وماله، ما كلنا خطاه، كلنا تحت الآلام، هو في حد ما بيغلطش؟ يبقى هنا وانت بتسمع حاسب تعبيرات وشك تتعب اللي قصادك، بينما الابتسامة والبشاشة بتدي أمل للي قدامك، حتى لو بيحكي انه لخبطت الدنيا انت اديت له أمل من وشك بس. ثالث نوع من الحب العملي أو الحب المتعب، العطاء وبسخاء. امبارح كلمتكم عن أهل مقدونيا اللي بولس كان بيستفيد شرح ليهم، بيقول ايه؟ اعطوا حسب الطاقة وفوق الطاقة انا اشهد ومن تلقاء انفسهم. يعني الناس كانت بتدي بسخاء غريب، مع انهم فقر على فكرة، يعني شوفوا لما الفقير ياخد من قوته ويدي لجاره او يدي الناس تانية تعبانة وهو نفسه مش مكفية الحكاية. ده عند ربنا حب متعب بس اجره كبير جدا، لان اللي بيدي من الاعواز غير اللي بيدي من غنى. لا، اللي من الاعواز ده عند ربنا حاجة كبيرة قوي، زي المرأة صاحبة الفلسين، الارملة بتاعت الفلسين، المسيح بصلها وجاب التلاميذ يتفرجوا عليه، وكأنه هيفرج العالم في الاخر على الست العظيمة دي، من اعوازها اعطت كل معيشتها. فالعطاء بسخاء، اولا عطاء مادي او عيني، نفسي كخدام تكبروا عن العشور شوية، مهما كانت ظروفك الحمد لله لاقي تاكل والحمد لله لاقي تعيش، ليه ما نعلاش شوية؟ هتفضل طول عمرك على 10%؟ ده 10% دي بتاعت اليهود اللي ما شافوش الصليب وما شافوش الجسد والدم وما شافوش عمل الروح القدس وما شافوش العذراء والملائكة. طب ده انت عايش في مستوى تاني، ده انت واحد زيك اتقال له اذهب بيع ايه؟ كل مالك. طب اطلع شوية فوق العشور.
فيبقى العطاء بسخاء ماديا او عينيا. يعني ايه؟ ازاي يبقى عندك حاجه مركونه مش محتاجها؟ مش في واحد تاني محتاجها؟ طب قاعده عندك بتعمل ايه؟ هتقول اصل احتمال احتاجها. احتمال ايه الانانيه دي؟ طب ما التاني محتاجها دلوقتي. ساعات يبقى عندنا بدل الحاجه اتنين وتلاته من نفس النوع. الحاجات دي هتدن قدام ربنا على طول، معناها ان انت مش بتحب الناس، وانك انت مش عاوز تضحي، مش عاوز، ده انت حتى مش من اعوازك، ده دي حاجات زياده عندك. فده معناه طمع على انانيه، على حب الذات، على كل اللخبطه دي. طب مش خساره يا ابني؟ ده انت شوف السعاده اللي بتعملها في واحد ياخد حاجه ما كانش متوقعها، تفرق معاه جدا. طب هي مركونه عندك مش فارقه عندك، ان كانت لبس ولا ان كانت حاجه مطبخ ولا ان كانت، ياما حاجات مركونه. وفي ستات غاويه تركن وعندها فضيله الركن والتخزين، لكن حاجه مش فضيله طبعا، دي رذيله يعني. كمان العطاء بايمان ورجاء. وانت بتدي خليك فرحان ان ربنا اداك فرصه تسعد بني ادم، وعندك ايمان ان ربنا هتفاجئ ان اللي انت وزعته ده مستنيك في السماء، لان ربنا يسوع مدينا وعد ان اللي انت هتديه لواحد هو اللي استلمه. فتفاجئ بقى انك انت في السماء محطوط في حسابك مثلا تلاجات، مثلا حلل لبس مثلا. كويس، ما ده في حسابك. ليه؟ مش انت وزعت بسخاء؟ عندك ايمان. ايوه، مش قال كل ده فعلتموه بي انا؟ خلاص يبقى دخل عنده. المعطي فبسرور، مش بس فبسخاء. تبقى مبسوط ان جت فرصه تتعب، جت فرصه تشيل وتودي، جت فرصه تخبط على باب غيرك وتدخل حاجه، ده دي لوحدها تدخلك السماء. فتبقى فرحان قوي ان جت لك الفرصه. ده اسمه شهوه التعب، شهوه العطاء، شهوه المبادره، شهوه البحث عن الاخر. كل دي شهوات مرتبطه بنفس المعنى، شهوه ان انا اسمع لحد تعبان. رابع شكل من اشكال الحب العملي اللي الناس كلها محتاجاه، الاحتمال. الاحتمال، في ناس بتعرف تحب فعلا وتعرف تبقى سخيه لكن خلقها ضيق. يقول لك انا ما بستحملش اللي مش منظم، انا ما بستحملش المهمل، انا ما بستحملش الناس الكبار في السن، انا ما بستحملش اللي طلباته كتير، انا ما بس الله. وما ربنا مستحملك ليه؟ طب ما ربنا مستحملك وانت فيك العبر، انت فاكر نفسك كويس. ربنا مستحمل كتير قوي. لو انت مش هتستحمل ما تطلبش من ربنا يستحملك. المحبه ايه؟ تحتمل كل شيء. يبقى ناقصه محبه. الاحتمال فضيله متعبه. محدش يقدر يقول ان الاحتمال حاجة لذيذة يعني. طبعا وانت قاعد مع انسان لمؤاخذة غلس يعني اكيد مش حاجة لذيذة، بس طب ما انت برضو ساعات بتبقى دمك تقيل يعني على ربنا يعني، بس بيحبك وبيستحملك، وماله لما تحتمله يعني. في اللي قدامك مش عارف طبعه متعب شوية، كويس، وانت يعني طبعك مثالي، ما انت فيك برضو عيوب كتير. يبقى عاوز تتعب استحمل، استحمل اللي حواليك، استحمل خدام زمايلك، استحمل مخدومين متعبين، استحمل ظروف مش على مزاجك، بس استحمل. خلي بقى عندك أجر في السماء، ده سهم من سهام الله. يعني ايه؟ شكل من أشكال الحب تشتاق له. يحكوا مرة عن راهب قديس، لقوه هيسيب الدير، راح لرئيس الدير قال له انا مش هقعد في الدير. قال له ليه يا ابونا؟ حد تعبك؟ قال له لا، ما هو ده السبب. قال له مش فاهم. قال له انا داخل الدير حد يتعبني، كل الرهبان بيحبوني وبيحترموني، انا مش عارف استحمل حد، كلهم ملايكه، انا هروح دير تاني واعتبر نفسي مجهول وخليهم يعاملوني كاني عامل في الدير عشان الاقي حاجه استحملها، لكن انا عندكم مكرم، فانا دي مضايقاني. ده واحد واعي انه مش عاوز الراحة والكرامة، ده عاوز يتعامل شوية بشدة، خليه يعني ينشف شوية. موسى النبي قيل انه كان حليم جدا. على فكرة فعلا موسى النبي ده
اتعرض لمواقف يعني اي واحد فينا كان يتنرفز. مثلا اخواته الاثنين يعملوا مشكله لما اتجوز الكوشيه، وربنا اللي قايل له انما عارفين يعمل ايه، يسكت ما يعلقش بولا كلمه. تصور في واحد عمال يتهمك تهم، واحد قريب ليك وانت مستحمل وساكت ولا حتى بتدافع عن نفسك. يطلعوا ناس تاني يقولوا مالك يا موسى انت طالع فيها ليه، واخد الكهنوت ليه، وانت ما فيش غيرك، يسكت ما يتكلمش وماله، خلينا ناخد كلمتين في عضمنا. غير الشعب اللي طلباته ما بتخلص، العنيد اللي ما بيعجبوش العجب وبرضه مستحمل، فين وفين لما يغلط مرة يقول له تعبت يا رب، لكن هو بطبعه حمول لأنه حليم. إذن ده شكل من أشكال الحب، اللي بيحب الناس يحتملهم، احتمال نقاط ضعف الآخرين. ساعات وإحنا بنتعامل في الخدمة جماعة عاوزين معانا ملايكة يخدموا، وصدقوني لو الملايكة خدموا معانا غالبا مش هنقبلهم قوي برضه، يا هنطفشهم يا هنطلعهم غلطانين غالبا. طب هو الحقيقة كل الخدام الحمد لله كسر، يعني كله مش ملايكة، فكل واحد في عيبه. هو انت ايه، ما بيعجبكش حد؟ ما فيش حد خالص يريحك؟ يبقى العيب عندك، يبقى انت اللي ما بتستحملش. لا، اي خادم يتحط في حياتك اعرف ان ربنا حطه في حياتك عشان تستحمل، عشان يعلمك شوية صبر. بلا تذمر بلا شكوى بلا اعتراض، اللي يستحمل ما عادش يقفف، ما عادش بقى يشكي، لا كده ضيعت الاحتمال. لو عاوز تاخد بركة الاحتمال، دايما راضي، دايما شاكر، دايما مبسوط، حتى لو في ضغط نفسي عليك. اللي بيستحمل كمان يبقى مسلم لإرادة ربنا. يعني ايه؟ يوم ما ربنا يحب الظروف تتغير هتتغير، مش انا ابنه؟ الخير نقبل من الله والتعب لا نقبل. لا، وماله لما يجيب لي شوية تعب من ناس أو من ظروف، كله حلو من إيده. يلا نراجع، قلنا أول سهم يخلينا نقدم حب هو المبادرة، يعني التعب مع ناس ما طلبوش. تاني نوع التعب في استماع الناس ومشاكلهم. تالت نوع التعب في العطاء بسخاء. رابع نوع التعب في احتمال الناس والظروف. خامس نوع التعب في التشجيع، وده مش متعب قوي بس تأثيره كبير جدا. اتعب سنة صغيرة قوي وشجع كل واحد حواليك بكلمة كويسة، هتلاقي تأثيرها عالي جدا. كلنا بدون استثناء يفرق معانا التشجيع ده، سهم يدخل القلب فورا، سهم حب كده. يبقى اللي قدامك مهزوز أو نفسه صغيرة أو مش واثق في نفسه أو مش راضي على نفسه أو حاسس أنه مش عارف يتصلح، وتشجعه كده بعينيك مليانة حب، تلاقيه اتبدل، اديته أمل في الحياة، خليه يكافح تاني وينجح تاني. طب دي كلفتك إيه دي؟ ما كلفتكش، جملتين تلات، دقيقتين تلات، بس دول تأثيرهم فعال جدا. طب ليه أنت استخسرتهم؟ ما انت عشان مركز مع نفسك، لكن لو ركزت مع الناس ان كل الناس محتاجة التشجيع، طب ما تشجع، ما ترفعهم، ما ربنا عمال يشجع فيك وقابلك كخادم وعامل منك بني آدم ومكبرك طب ما هو عمال يشجعك، ما تشجع اللي حواليك. القديس بولس الرسول أستاذ في الحتة دي، ما فيش مرة يذكر اسم حد من الخدام اللي معاه إلا ولازم ينسب له صفة كبيرة جدا، يعني يبقى واحد من عياله، يقول الخادم معي المتجند معي حبيب المسيح. ايه يا عم هو ده واحد من عيالك يعني؟ لا لا، يكبروا جدا. ومثلا أنسيموس الحرامي يقول ده احشائي، ده اخويا، ده حتة مني، ده حبيبي. ايه ده؟ تصور واحد يكون لسه بيبتدي، واحد زي بولس يقعد يكبر فيه كده ويشوفه حاجة كبيرة قوي. طبعا دي تخلي كل الناس عاوزة تعمل كل حاجة عشان تفرح ربنا وتفرح بولس. التشجيع معناه كمان التقدير، مجرد انك تنسب الفضل لشخص، تنسب الفضل لإنسان، ده شيء كبير قوي، دي حاجة جميلة، لأنه ده معناه انك بتريح الناس. لأن في واحد بيتعب كلمة تفرق معاه، ان الناس تذكر له، بس تذكر له انه عمل كده. طب ما التقدير ده ربنا بيقدر في آخر الأيام،
تقديرات عالية جدا لكل كوباية مية بتعملوها، يبقى التقدير فضيلة. ما تتعب وتقدر الناس، الشكر والمديح والإعجاب، أن تبدي إعجابك بأصغر حاجة بتتعمل وأبسط حاجة يقدمها طفل أو شاب. إحنا جماعة اتعودنا ننقد نشوف عيوب، لكن ما تعودناش نشوف المزايا ونشجع كفاية. لازم نتعود على دي. لو عاوز تفرح الناس تتعود على دي، لو عاوز تتعب من أجل الناس اتعب في تشجيعهم، تأكد ان ده مفعولها عالي جدا مع أولادك في البيت، مع زمايلك في الخدمة، مع المخدومين اللي بتخدمهم، مع الضعيف والمكسور والمحتاج. التشجيع ساعات بالمشاركة. يعني ايه؟ مجرد انك تسمح لحد يشاركك جزء من حياتك، ده ممكن يبقى تشجيع. انك انت بتشركه في حاجة خاصة بيك، دي حاجة كبيرة، دي مشاركة، دي تشجيع. التشجيع يجي بالاخذ بالرأي. تصور انت مثلا قاعد مع عيل صغير بتقول له ايه، عاوز اخد رأيك في حاجة، ده يبقى مش مصدق روحه. تاخد رأي انا؟ وماله، ما انت مهم عندي، ما انت بتعرف تفكر. قد كده تبقى مشجعة لمجرد انك بتسمع الرأي. خلي بالكوا الحاجات دي كلها الواحد بيطلع بره نفسه ويتفنن ازاي يفرح الناس، يسعدهم ازاي. فيها شوية تعب، وصدقوني تعبها مش جامد. دي بالذات ما تكلفش مجهود كبير، بس عاوزة طريقة تفكير. نمرة 6، الاعتذار والتسامح، ونحط معاها العتاب كمان. من صور الحب اللي فيها تعب انك تيجي على نفسك وتقول آسف، وتقول سوري، وتقول حقك عليا، وتلطف الجو. لان في ناس تعرف تخدم لكن ما تعرفش تقول سوري، تستكتر على نفسها الاعتذار، ناقصها تواضع. مع انه الاعتذار حب متعب لانه بيجي على الكرامة شوية، بس حب ضروري. ضروري انك تقول اسف يا رب، واسف يا اخ، اسف لاني ضايقتك، اسف انه ما فهمتكش، اسف اني استعجلت وحكمت عليك، اسف الكلمة طلعت بايخة، اسف قصرت معاك. مين فينا ما بيغلطش؟ انما قليل فينا اللي يعتذر، ويعتذر من قلبه، مع ان ده بيريح قوي. طب وده متعب؟ متعب بدرجة بسيطة، يعني لو انت متواضع مش هتحس انه متعب، هيطلع منك الاعتذار ببساطة. المتعب اكتر سنة التسامح بقى، لما حد يغلط فيك جامد تعمل مجهود اكبر عشان تسامح، بس برضو مهم قوي، لانه لازم تسامح، لان ربنا بيسامحك، اغفروا يغفر لكم. العتاب كمان متعب شوية، لان كتير اقول لواحد طب ما تروح تعاتبه، يقول لك ما مش هيقبل. طب جربت، انا عارف انت اللي مش عاوز تروح تعاتب، ليه؟ فيها حتة كرامة، او خايف تكبس. بس دي وصية، ان اخطأ اليك اخوك ايه، اذهب وعاتبه عشان تربحه، ان سمع لك فقد ربحت اخاك. اتعبوا يا اولادي في صنع السلام، اعمل مجهود انك تصطلح مع الناس، واعمل مجهود انك تصلح الناس ببعض مهما كانت الظروف. دي حاجة كبيرة عند ربنا، طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. يبقى انت مستخسر مجهودك ليه؟ انك تريح النفوس حتى لو جيت على نفسك. ايه المشكلة انك تقول انا غلطان؟ طب ما تزعلش، طب صدقني ما قصدتش، طب هاخد بالي المرة الجاية، حتى لو مش غلطان. مش الكلام ده بيريح؟ طب ما تريح. كمان لما تعتذر حاول دايما يبقى اعتذار صادق، لانه كلمة سوري ساعات تبقى رخيصة لما تتقال عمال على بطال وما فيش حاجة بتتغير. زي التوبة الميعة اللي هي ايه، سوري يا رب، سوري يا رب، وانت عم ما تغيرش حاجة. ما انت بتقول سوري بترجع تغلط نفس الغلطة بعدها بساعة. لا، دي مش توبة بقى. الناس كمان بتحب يحس بكده، انك تقول سوري وانت ما فيش ولا حاجة اتغيرت. لا، اللي بيقول سوري يقصد انا هحاول فعلا ما اعملش كده تاني. يبقى اعتذار مع وعد بعدم التكرار، فيبان انك انت فعلا بتتعب نفسك عشان تريح اللي قصادك.
العتاب عموما يا أولادي يبتدي بكلمة أنا مش أنت، يعني إيه؟ أنا صعبان علي أو أنا اتضايقت. طب ليه العتاب لو ابتدى بأنت يعمل مشكلة؟ لو قلت أنت ده هجوم مش عتاب، أنت ضايقتني، أنت حطيت اللي قصادك في موقف مش سهل، غالبا هيدافع عن نفسه أو هيسخن ويتنرفز. لكن أنا اتضايقت كأنك بتقول احتمال أكون ماليش حق، احتمال أكون ما فهمتش، بس أنا بقول لك موقفي أنا، أنا صعب علي، أنا حسيت، أنا اتخذت، أنا بتكلم عن نفسي، فأنا مش بقول لك أنت وحش ولا غلطان. ده بيدي مساحة للي قصادك يلطف، يعتذر، يفسر. فوانت بتعاتب حاسب من كلمة أنت أصلك، أنت أصلك دي خناقة، ده مش عتاب. آخر سهم أو آخر عمل من أعمال الحب المتعب اللي يخليك عندك شهوة التعب، الصلاة من أجل الآخرين. أحبائي، مجرد تصلي من أجل الناس ده عمل متعب بس غالي عند ربنا جدا، لأنه ممكن تبقى في شخص أنت مش قادر تتعامل معه بس أنت مديون له بالحب. طب هتتعب معاه ازاي وهو مش بيتعامل معاك خالص؟ طب صلي له. تصور انك بتعمل مطانية لواحد بيكرهك، ما انت لو قربت منه تخدمه مش هيتعامل، بس انت مطالب انك تحبه، طب صلي له. ما هي الصلاة حب، وحبه متعب. يبقى مجرد انك تذكر الناس في صلاتك ده تعب مقدس. لو عندك شهوة التعب مش هتبطل صلاة من أجل الناس. صمويل النبي عجز. صمويل النبي ده من أجمل أمثلة كهنة العهد القديم الأمنة، كان يلف عن الناس سنويا بيت بيت يفتقدهم، زي أبائنا القديسين بتوع القرى اللي يلفوا على بيت بيت يدخلوا يباركوا. وبعدين كبر الرجل مش قادر يمشي، فالزيارات اللي بيعملها والمجهود اللي بيعمله مش قادر يعمله، فجمع اليهود واعتذر لهم، قال لهم ما بقيتش قادر أزوركم، بس ليكوا علي حاجة، حاشا لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة لأجلكم. يعني ليكوا علي، ما ببطلش صلاة عشانكم، لكن مش قادر أعمل أكتر من كده. يا بختك وأنت لسه حاسس أنك مديون لشعبك، ده أنت خدمتهم بعنيك، ده أنت تعبت تمام. إنما هو قال لا، أنا دلوقتي عاوز أحبكم بس الطريقة الوحيدة اللي أعرف أعملها أن أنا أصلي لكم. يبقى ده تعب مقدس، تعرف تصلي من أجل الناس اللي على الأقل مش قادر تخدمهم بأي طريقة أخرى، مش عارف تسمعهم، مش عارف تهديهم، مش عارف تسامحهم، مش عارف، طب صلي لهم أقل ما فيها، صلي لهم. ربنا قال دي حتى من أجل الأعداء، قال أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا، لأنه مش هيستقبلوا منكم. فيبقى أقل حاجة إيه؟ صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. وانت بتصلي للناس تخيل نفسك مكانهم. يعني إيه؟ أذكروا المقيدين كأنكم مقيدون. يعني لو تعرف واحد مسجون، فكر اسرح 5 دقايق بس، لو انت مطرحه في السجن وبعيد عن بيتك وعيالك والأكل شكله أي كلام والعيشة صعبة، محدش بعيد عن ده يا جماعة. طيب لما تصلي له هتصلي له بحرارة، ليه؟ لأنك تخيلت نفسك مطرحه. واحد منطرح على السرير مش ما بيمشيش بقاله شهور وسنين، وانت عمال تروح وتيجي وتتخانق وترزع وتخبط، المريض ده حط نفسك مطرحه عشان لما تصلي تصلي من قلبك. المزلين كأنكم أنتم أيضا مزلين في الجسد. يبقى هي مش بتفتكروا على الماشي كده، انت بتحط نفسك مطرحه، يا حبيبي ده غلبان قوي، فتبقى بتصلي بحرارة، رب فك ضيقته، كأنك انت بتصلي لنفسك. يبقى ده حب عملي بجد، يبقى فيها تعب بجد، لأنك انت بتناهد مع ربنا وكأن الموضوع موضوعك مش موضوع عابر كده وخلاص. ممكن هنا تستخدم المطنيات، ممكن تبكي بدموع. افتكر نفسك كمان يحمل المفلوج، الرجال اللي شالوا المفلوج دول جدعان جدا، عجبوا ربنا. ليه؟ اعتبروا القضية بتاعته قضيته، ومش هيفوتوا الفرصة، ولازم يحطوه قدام المسيح بأي تمن.
شالوه شيل كده ودلوه من السقف وعرضوا نفسهم للبهدلة. ليه؟ لأنه صديقهم ومشكلته كأنها مشكلتهم، وكل واحد تصور أنا لو كنت مطرحه كنت أتمنى الناس تعمل معايا كده. فلما نظر إيمانهم قال له مغفورة لك خطاياك. يبقى هنا فعل آخر من أفعال الحب الناقص عندنا، الصلاة بأمانة من أجل الآخرين. تعالوا نراجع السبع أفعال. أول فعل نحتاجه المبادرة، تاني فعل الاستماع الجيد، ثالث فعل العطاء بسخاء، الرابع احتمال الناس، الخامس التشجيع، السادس الاعتذار والتسامح، السابع الصلاة من أجل الآخرين. لإلهنا كل مجد وكرم.